نعم إيمان، دعيني أبدأ بالتطورات الأخيرة الميدانية التي نشاهدها في هذه اللحظات. عدد عمليا من سيارات الإسعاف بدأ يصل إلى مستشفى ناصر بعد تجدد الغارات الإسرائيلية التي استهدفت على الأقل منطقتين في خان يونس جنوب قطاع غزة، استهدفت منازل في هذه الغارات بعد أن كانت هذه الغارات قد يعني خفتت حدتها في ساعات مساء الأمس بعد قيام الجيش الإسرائيلي بتوغلاته البرية على الأطراف الشمالية والشرقية لقطاع غزة، لكن عادت هذه الطائرات قبل ساعة من الآن وأخذت تغير بشكل يعني كبير على المناطق الجنوبية في قطاع غزة تحديدا في مدينة خان يونس. وعلى الأقل كما ذكرت هناك منزلين جرى استهدافهما بهذه الغارات الإسرائيلية، هناك عدد من الضحايا وصلوا إلى مستشفى ناصر وعدد آخر من الإصابات، ولكن حينما تحدثنا مع يعني المسؤولين وضباط الإسعاف هنا حول طبيعة هذه الإصابات ويعني كم عدد الضحايا، قالوا بأننا ما زلنا يعني نقوم بجهود كبيرة لإنقاذ من هم مفقودين أو تحت الأنقاض في هذه الضربات عمليا التي دمرت منازل مأهولة، كما يتضح عمليا من هذه الإصابات التي تصل والضحايا الذين يصلون إلى مستشفى ناصر. سأل طبيب ضابط الإسعاف كيف بعد قطع خطوط الاتصالات والإنترنت تعملون، قال بأننا نعتمد الآن بدرجة أساسية على يعني الصعود إلى الطوابق العليا من المشفى ويعني استبيان أين تقع هذه الغارات من خلال أعمدة الدخان، يقدرون الموقف تقديرا ومن ثم يعني يخرجون مسرعين، أو أن يعتمدوا على تلك السيارات المدنية التي تقل هؤلاء الضحايا والمصابين فور وقوع هذه الضربات الإسرائيلية حينما تصل هذه السيارات المدنية إلى المستشفى، يعلمون من خلالها أين هي هذه الضربات. إذن نلاحظ الآن سيارات إسعاف أخرى تصل، وهذا إعلان لتجدد أيضا الغارات الإسرائيلية على مناطق مختلفة في قطاع غزة. لكن فيما يتعلق بالتوغل البري أيضا نستطيع أن نؤكد بأنه ما تزال هناك يعني محاولات إسرائيلية للتمركز في حدود هذه المناطق التي توغلت فيها في شمال قطاع غزة، بيت حنون وبيت لاهية وفي شرق حي الشجاعية، ولكن هذه التوغلات لم تصل إلى مسافات بعيدة داخل المدن وإنما على حدود أطرافها، ودارت اشتباكات عنيفة عمليا وإطلاق لمضادات وقذائف مضادة للدروع بحسب ما أشارت حركة حماس. وفي كل ذلك أيضا يعني يحاول الجيش الإسرائيلي أيضا استهداف الأنفاق الأرضية من خلال هذه الضربات العنيفة بأحزمة نارية في محيط هذه المناطق الحدودية التي تضررت بشكل كبير. على سبيل المثال بيت حنون نتحدث عن 70% من الوحدات السكنية قد تضررت في هذه المناطق التي تتعرض لقصف عنيف طوال الساعة.